بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنتعرض في هذا الدرس إلى قوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية. من خلال هذه الوحدة سنتعرض إلى تفسير مخطط الذي تقريبا كل سنة يصادفه التلاميذ، ومن خلاله سنشرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بالقوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية، ما وما تأثير القوة على الحالة الحركية لجملة. إذا لدينا مخطط، هذا المخطط يمثل مخطط سرعة لسيارة تسير في طريق أفقي. فقط أوضح للتلاميذ أن محور التراتيب دائما يمثل سرعة المتحرك، وفي هذا الرسم لدي في مقصود بها فيتاس، هي السرعة، وحدة المتر على التالية. أما على محور الفواصل فهو الزمن تي اللي هو الطون، والتالية وحدته التالية السكوند. إذا لدي في معناه فيتاس وحدتها متر سكوند، متر ثانية، تي معناه الطون وحدتها الزمن، معناه لدي مخطط السرعة بدلالة الزمن. السؤال الأول، حدد مراحل الحركة. إذا مراحل الحركة ماذا أحدد في مراحل الحركة؟ سأحدد أولا المجال الزمني. إذا من خلال المخطط، إذا تتبع معي التلميذ المخطط ألاحظ أن هناك ثلاث مجالات: المجال الأول، المجال الثاني، والمجال الثالث. أعيد: المجال الأول، المجال الثاني، والمجال الثالث. إذا كيف أحدد هذه المجالات الزمنية؟ أحددها على محور التراتيب، أو عفوا على محور الفواصل. لماذا محور الفواصل؟ لأنه هو الذي يحمل وحدة الزمن، هو محور الفواصل. إذن من خلال الرسم أسقط أين توقف المرحلة الأولى، بدايتها من الصفر، أين توقفت؟ عند الثانية. ثم المرحلة الثانية بدأت من الثانية الثانية، توقفت عند الثانية السادسة. ثم المرحلة الثالثة بدأت من الثانية السادسة إلى المرحلة أو إلى الثانية التاسعة. إذا لدي في هذه الحالة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سأحدد المجال الزمني. المرحلة الأولى من تي تساوي صفر ثانية إلى تي تساوي كم؟ 2 ثانية. المرحلة الثانية تبدأ من تي تساوي 2 ثانية، إلى تي تساوي كم؟ 6 ثانية. في سكوند. المرحلة الثالثة تبدأ من تي تساوي 6، معناها من هنا إلى تي تساوي ست ثواني إلى تي تساوي 9 ثواني. الآن هذا المجال الزمني، معنى بداية عندنا لدينا زمن أول ثم زمن ثاني، معناها تبدأ من إلى، ما نقول ماذا المجال الزمني معناه من إلى. إذا احنا حددنا في المرحلة الأولى المجال الزمني لسرعة المتحرك الذي يسير على طريق أفقي، الآن ما هو نوع الحركة في كل مرحلة؟ السؤال الذي يتبعه، ما هو نوع الحركة في كل مرحلة؟ إذا نوع الحركة في كل مرحلة. المرحلة الأولى أن نلاحظ ماذا يحدث للسرعة في هذا الشكل. لما نتابع الشكل نلاحظ أن السرعة في هذه المرحلة، لاحظها كيف يحدث للسرعة، ثم نلاحظ بهذا الجانب، ثم نلاحظ بهذا الجانب. إذا في هذه الحالة السرعة متزايدة، ثابتة، متناقصة. كيف حكمنا على أنها متزايدة؟ انطلقت من الصفر إلى 2، متر على الثانية من خلال الزمن.
ثم بقيت 2 ثانية مدة زمنية معينة، ثم نزلت إلى الصفر في مدة زمنية أخرى. إذا في المرحلة الأولى نقولوا الحركة متسارعة، متسارعة متغيرة بانتظام، حركة متغيرة. الآن المرحلة الثانية الحركة نقول منتظمة. لماذا منتظمة؟ اكتب منتظمة. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة تكون فيها الحركة متباطئة، متباطئة إيه متباطئة؟ أعيد، المرحلة الأولى الحركة متسارعة، المرحلة التالية الحركة منتظمة، المرحلة الثالثة الحركة متباطئة. ما هو الشيء الذي دفعني إلى الحكم على نوع الحركة؟ هو السرعة، اللي نطلقها في السؤال الثالث، السرعة التي طلبتها في السؤال الثالث. ما هو الشيء الذي يؤدي إلى تسارع الحركة؟ الشيء الذي تؤدي أو الذي يجعلنا نحكم على تسارع الحركة هو السرعة. إذن هنا لما يكون السرعة الحركة متسارعة معناه هناك سرعة متزايدة، سرعة متزايدة. تزايد السرعة يؤدي إلى تسارع الحركة، تزايد السرعة يؤدي إلى تسارع الحركة. الآن في المرحلة الثانية ما هو السبب الذي أدى إلى حكم علينا نحكم عليها أنها حركة منتظمة؟ هو أن السرعة ثابتة، سرعة ثابتة. لما تكون السرعة ثابتة فإن الحركة تكون منتظمة. أعيد، ثبات السرعة معناه انتظام الحركة، ثبات السرعة معناه انتظام الحركة. في المرحلة الثالثة السرعة متناقصة، متناقصة، متناقصة. بما أن السرعة متناقصة فإن الحركة تكون متباطئة، إذن تناقص السرعة يؤدي إلى تباطؤ الحركة. هذا بالنسبة للحركة. الآن ما هو السبب الذي يؤدي إلى تزايد السرعة أو تناقصها أو ثباتها؟ إذن السبب هو ماذا؟ هو السبب في تغير السرعة، سبب في تغير السرعة هو وجود قوة خارجية مؤثرة، وجود قوة خارجية مؤثرة. السبب في تغير السرعة هو وجود قوة خارجية مؤثرة. لما تكون السرعة ثابتة فهذه القوة الخارجية تصبح معدومة، لما تتغير السرعة فإن القوة موجودة. الآن سنحكم على القوة من خلال السرعة، نحكم على القوة من خلال السرعة. بمعنى أن لما تكون القوة في جهة الحركة، في جهة الحركة بالضرورة تكون السرعة متزايدة. لما تكون القوة المؤثرة هذه في عكس جهة الحركة، عكس جهة الحركة فإن السرعة تكون متناقصة. لما تنعدم هذه السرعة فإن الحركة تكون أو فإن السرعة تكون ثابتة. أعيد، لما تكون القوة في جهة الحركة معنى القوة المؤثرة على الجسم الذي يتحرك على أي طريق معين، فإن هذه القوة لما تكون في جهة الحركة تكون السرعة بالضرورة متزايدة. لما تكون القوة في عكس جهة الحركة فإن السرعة تكون متناقصة، وهذا ما يحدث للسيارة. السيارة لما تنطلق في هذه المرحلة، هذه المرحلة من صفر إلى ثنية، السرعة القوة المؤثرة عليها في جهة حركتها، وهذه نفسها بقوة المحرك. المحرك هو الذي يؤدي إلى زيادة القوة المؤثرة على السيارة، وبالتالي زيادة سرعتها تدريجيا إلى أن تصبح سرعة ثابتة. في هذه الحالة القوة الخارجية تصبح تقريبا معدومة. ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة أخرى هي وجود قوة عكس جهة الحركة. وفي الحقيقة بالنسبة للسيارة القوة التي تكون دائما عكس جهة الحركة هي قوة المكابح أو قوة الكبح، كبح السيارة تكون عكس جهة الحركة، وبالتالي ما يؤدي إلى تناقص سرعتها فتتوقف. إذن ما هي علاقة القوة بالحركة؟
القوة تؤدي إلى تغيير السرعة، ولما تغير السرعة تتغير طبيعة أو نوع الحركة. أعيد، القوة تؤدي إلى تغيير السرعة، ولما تتغير السرعة تؤدي إلى تغيير نوع الحركة، معناه إما متسارعة أو متباطئة أو منتظمة. أنتقل إلى نقطة أخرى، هي كيف أحدد السرعة عند لحظة معينة. إذا لدي محور الفواصل، أخذ على سبيل المثال أربعة المطلوبة. أربعة هي الزمن الموجود بين 2 و 6، أربعة هو الزمن الموجود بين 2 و 6، إذا أخذ أربعة. في هذه الأربعة أسقط مباشرة، أسقط الخط هذا على المنحنى عموديا، ونقطة تقاطعه مع المنحنى أسقطها على محور الفترات، سأجد السرعة. إذا في اللحظة الزمن t يساوي 4 فإن السرعة تكون 2 متر على t. اللحظة t يساوي 4 ثانية السرعة فيتاس تساوي 2 متر على الثانية، وهذا ينطبق على كل النقاط التي موجودة على محور الفواصل. إذا أعيد، لما أريد أن أحدد سرعة معينة أخذها على محور الفواصل، ثم بعد ذلك أسقطها على المنحنى وأسقط النقطة الثانية على محور التراتب، وأجد هذه النقطة على محور التراتب، بالتالي أحددها كما هي موجودة لديها. إذن ألخص هذا الكلام كله، ألخصه في أن الحركة، حركة أي جسم لها مراحل، لها مجال زمني، لها سرعة متغيرة، ولها في بعض الأحيان لحظات نختار منها أزمنة أو نختار منها سرعات محددة. وشكراً.